المتعة في مشاهدة فيلم بدون الفشار؟ وهذا المفضل لدي. يجب أن أعده أولاً. ألم يكن معي واحد جاهز من قبل؟ أعتقد ذلك. أهلاً، هذا ليس جاهزاً أيضاً. الآن ماذا سأفعل؟ علبة أخرى. من وضعها عالياً هكذا؟ لا، إنها تمطر حلوى يا ناس. يا إلهي، تبعثرت في كل مكان. يا لها من فوضى. لا، وصلت للمقلاة. هل هذه عاصفة من الحلوى؟ لم أرها وهي قادمة. أوه، إنها في كل مكان حرفياً. مكانها ليس هنا بالطبع. أعتقد أن فيلم الليلة قد تأجل. هل سأنظف المنزل في ليلة الجمعة؟ يا لحظي السيء. لكن لا يزال بوسعي إعداد وجبة خفيفة. ولدي فكرة رائعة. يمكن لهذا الفشار أن يكتسب لوناً جميلاً. سأعده في المقلاة كالمعتاد. ستبقى حبيبات الحلوى هذا. نجحت! نجحت! وذات رائحة جميلة! سنحصل على فشار ملون! سأبدأ بالحمراء. أتعتقدون أنها بمذاق حبيبات الحلوى؟ هناك طريقة واحدة لمعرفة ذلك! أنقذنا ليلة الأفلام! إن كان تقطيع البصل مهمة سهلة، فلماذا تبكي في كل مرة تقطع فيها بصل؟ عيناي، لا أستطيع منع نفسي من البكاء. يمكنني فعل ذلك؟ كلا، لا يمكنني. طعمها لذيذ. هل تبكي فيكي في المطبخ؟ ماذا حدث؟ ستساعد هذه الخبزة على تحسين الوضع. تبين أن حمل خبزة في الفم يساعد على منع البكاء عند تقطيع البصل. أترين؟ لا مزيد من الدموع. إنها معجزة. كم أحب الكربوهيدرات. التفاح بالقرفة نكهتي المفضلة، خاصة في المخبوزات. القليل من الحليب أو المعذرة. القهوة الساخنة تناديني. لا تقلقي، أنا أحرك الخليط فقط. أو بالأحرى أخفقها. أوه، آلة القهوة. هذا الخليط يطير بالفعل. كيف يمكنني تنظيفها؟ لمسها حار جدا. ربما يمكنني الاستفادة من ذلك. إنها مثل صاج بانكيك صغيرة. من يدري؟ على الأرجح أن طعمها جيد أيضاً. أعطني الزيت. سنستفيد منها لأقصى درجة. من كان يعلم أن آلة القهوة متعددة الاستخدامات؟ ومن لا يحب فطائر البانكيك الصغيرة؟ أو شاهد كيف تخبز الفطيرة. حان وقت قلبها؟ جيد. هل يمكننا تسريع العملية؟ نحن جائعون. حسناً، تبدو جاهزة. قد خبزنا كمية جيدة. يسيل اللعاب من فمي. أنا جاهزة للأكل. شكراً، لنبدأ الأكل الآن. قد تبدو صغيرة، لكن طعمها لذيذ للغاية. سأبهر الجميع بعشائي الفاخر. يكمن السر في استخدام مكونات طازجة. أوه، يبدو أن الدجاجة جاهزة. شهية. أوه، إنها جافة قليلاً، لكن لا يزال طعمها مشهياً. يمكنني إصلاح هذه المشكلة. لماذا لم يرن المؤقت؟ آه، غدرت بي أيها المنبه الغبي. يجب أن أفكر بسرعة. لدي فكرة، أنا عبقري. هلو، أريد طلب وجبة من فضلك. شكراً.
كان ذلك سريعاً، شكراً جزيلاً. أوه، رائحتها زكية، أليست جميلة؟ تبدو مثل طبق قمت بتحضيره. ضيفتي! أوه، أشم رائحة طيبة هنا لي؟ صنعتها بنفسي، إنها ساخنة، انتبهي. أوه، الأمر فوضوي هناك، ها؟ يمكنك قول ذلك، أظن أني شبعت، لكن طعمها لذيذ. اسمع، سأريك خدعة. مستعد؟ أحضر شريحة تورتيلا وقصها من المنتصف بهذا الشكل، ثم أضف حشوات متنوعة على كل ربع، مكونات أو صلصات. ثم اطوي كل ربع بهذا الشكل، طية واحدة في كل مرة. ممتاز، لن تسقط مكونات شطيرة التاكو الآن. تفضل، أليست لذيذة؟ لن تأكل التاكو بطريقة القديمة بعد الآن. هذا مسلسلي المفضل بلا منازع. أصدق أنا ستترك خطيبها من أجل ذلك الشاب، سيتسبب ذلك في الكثير من المشاكل. أين اختفت رقائق البطاطس؟ جينيفر، هل أكلت كل رقائق البطاطس؟ أمسكي هذا الوعاء حتى أسكب رقائق فيه. أوه، رقاقة بطاطس، أكلتها. ماذا؟ إنك وحش جائع لا يستطيع السيطرة على نفسه. لابد من وجود المزيد من الوجبات الخفيفة في مكان ما هنا. أوف، هذه العلبة فارغة أيضاً. ماذا يوجد هنا؟ أوف، وجبة خفيفة صحية؟ كلا، لا أريدها. ماذا يوجد أيضاً؟ ما هذا؟ قطعة خبز قديمة؟ شكلها مقزز. ربما يوجد شيء في الثلاجة. فارغ، كل الأرفف فارغة. شرائح جبنة، عظيم، أفضل من لا شيء. يجب أن أزيل أغلفتها. هل تزيل عني أغلفة شرائح الجبنة؟ يبدو أنها تزيلها، أظن أنها ستأكلها كوجبة خفيفة. كلها من وجبة خفيفة فظيعة، وأنا السبب. انتظري يا آني، سأخذ شرائح الجبنة وأقطعها إلى شرائح أصغر، ثم سأضع طبق شرائح الجبنة في الميكروويف ودع الميكروويف يلقي بسحره. ما الذي تفعلينه؟ صدقيني ستعجبك النتيجة، وأصبحت جاهزة، حان وقت تناول وجبة خفيفة أفضل. واو، يلا الروعة، تحولت شرائح الجبنة إلى قطع جبنة مقرمشة. أوه، لم تكوني تمزحين يا جينيفر، أصبحت وجبة خفيفة لذيذة. من الطبيعي أن يعرف وحش الأكل كيفية صنع وجبات خفيفة أفضل، وأخذتها، أصبحت وجبتي الخفيفة الآن. صباح الخير يا ماديسون. أوه، يبدو لوح الشوكولاتة لذيذاً. ماذا يوجد في الخزانة؟ حلويات، مشروب غازي، حبوب إفطار. وافقت، أظن أنها خياري الوحيد. يجب أن أصل إليها. يا ويلي، إنها تسقط على وجهي. ما مقدار الحبوب في هذا الكرتون؟ كما لو كان يحتوي على كل حبوب الإفطار في العالم. مهلاً، ربما سيصبح الاستحمام بحبوب الإفطار موضة رائجة. أوه، أول غرفة مليئة بحبوب إفطار، يمكنني صنع أول فراشة من حبوب الإفطار. يا لها من فراشة جميلة من الحبوب المقرمشة واللذيذة والجميلة. لكم من الوقت يجب علي الاستمرار في ذلك؟ لا يهم، ها هو الكرتون. واو، كانت تلك مغامرة غريبة. إيفا، هل تعلمين أن هناك طريقة أفضل من سكب كل تلك الحبوب؟ أحضري كرتون حبوب الإفطار، ثم اطوي هذه اللوحات الجانبية الثلاثة. الآن اثني اللوحة الكبيرة المتبقية، ثم ضعي أصابعك على جانب الصندوق واضغطيه حتى ينغلق تماماً. لن تنسكب الحبوب منه بعد الآن، أصبح الكرتون محكم الإغلاق. وانتهيت، شكراً يا ماديسون، حان الآن وقت الإفطار. أوه، لا يعمل دماغي في الصباح الباكر. هذا حال الجميع. رائحة هذا الشيء لا تقاوم. ساخن جداً. لساني.
هل تمانعين إن شربت هذا؟ إنه لي. فتى غبي، هذا الشيء لا يبرد. هل مكيف الهواء معطل؟ ستفي هذه بالغرض. توقف عن لمس ما ليس لك. لدي فكرة في غاية الذكاء. والشيء المهم في البداية هو الشريط اللاصق. سأخذ بضعة شرائط لأصنع أداة تبريد عجيبة. عدة ربطات هنا وانتهيت. أترغب برؤيتها تعمل؟ ستعمل المروحة على تبريد النودلز مع كل لقمة. دعيني أجرب. مستحيل. إذن سأشرب الماء، ولكنها فارغة. أوه، هذا الفيلم مرعب حقا. أوه، لا أصدق أنهم ارتكبوا مثل هذا الخطأ الغبي. أوه، يبدو أن رقائق شيبس قد نفدت مني. هل نفدت منك أيضاً ها؟ هل ذهبت وأحضرت لنا قليل؟ ماذا؟ أنا؟ لما لا تذهب أنت؟ أوه، مستحيل، لن أذهب لأي مكان. لنجري قرعتنا، سيكون هذا عادلاً. اختاري ملك أو كتابة وسأقلبها. هل ستدور للأبد؟ متى ستسقط أرضاً؟ تباً، ما هذا؟ هل تمازحني؟ كيف حدث هذا؟ أعتقد أن علينا ذهاب نحن الاثنان. انظري، كيس كبير وكيس صغير. الكيس الكبير لي، حصلت عليه. أنت يمكنك أخذ الكيس الصغير. هيا، يجب أن نتشاركه سوياً. من المؤسف أنك قصيرة جداً ولا يمكنك الوصول إليه. سأعود لمشاهدة الفيلم. إنه لئيم دائماً. أتعلمون شيئاً؟ يجب أن ألقنه درساً مجدداً. طيب، سأضع خبز تورتيلا على ورق الزبدة ثم أستخدم زيت الزيتون. لا أحتاج للكثير منه، القليل لتوزيعه بالفرشاة. ثم أوزعه على الخبز بهذه الطريقة. والآن سأضيف بعض التوابل. سأستخدم الملح والفلفل. ممتاز، نحن جاهزون للخطوة التالية وإلى الفرن. انظروا، بدأ الخبز ينتفخ لأعلى. رائحته شهية، يبدو كتحفة فنية. سيكون مصدوماً. مرحباً، أخبرني بما فاتني من الفيلم. أوه، من أين حصلت على كيس الرقائق الضخم هذا؟ تباً، يبدو كيسي قزماً الآن، ليس عدلاً. أريد كيساً عملاقاً من رقائق البطاطس. سأرش فوق القليل من زينة الحلوى. ستحب إما كعكة عيد الميلاد هذه التي خبزتها لها. أفضل كعكة أعددتها طوال حياتي. أوه، يا لها من كعكة جميلة، سأتذوقها. طعمها شهي، ستأتين معي أيتها الكعكة. أوه، توماس، قف مكانك. أوه، لا! كعكتي. آسف، أعتذر، يمكنني إصلاح الأمر. انظري، عادت كما كانت. ليست كعكة، بل كومة من الكعك. لا، لا تبكي، انظري، وضعت شمعة جميلة. لقد أعددتها من أجل إيما، ولقد تدمرت بالكامل. أوه، لم أقصد تدمير كعكتها. ها، لكن لا يزال لديها هنا بعض المكونات. أظن أني وجدت طريقة لحل المشكلة. سأذيب الشوكولاتة بمجفف الشعر هذا. أوه، تبدو شهية، لكن لا يمكنني تناولها، ليس بعد. عظيم، هذا يكفي. والآن سأستخدم قطع المارشميلو الصغيرة هذه. سأغمسها في الشوكولاتة. سأخلطها بضمير حتى تغطيها الشوكولاتة بالكامل. تشبه تقريبا حبوب الحلوى المغمورة بحليب الشوكولاتة. والآن سأضع الخليط في قالب الكعك. ممتاز، مناسب تماماً. سأزينه بزينة الحلوى لمنحه لوناً جميلاً. رائع، أنا مبدع بهذا. أصبح الآن جاهزاً للأكل بعد أن برد. أعددت حلوى شوكولاتتي بالمارشميلو. اللمسة الأخيرة، وضع شمعة جميلة.
كيف تمكنت من صنع هذه؟ أنا آسف لما حدث للكعكة، أعددت هذه بدلا منها من أجل حفل إيما. موديل، هيا بنا فلنذهب ونحتفل. أحسنت التحضير للحفلة، يجب أن تتخصصي في الحفلات، هل تظنين ذلك؟ أولا سكبت الكولا، انتبهي. أوه، سيلتصق سكر الكولا بكل شيء، لا تقلقي سأنظفها. مهلا، أعرف ما علي فعله. ستنقذنا هذه البطيخة. هل لديك بطيخة كبيرة؟ ضعها بشكل مستقيم وأفرغها من الداخل بحذر، ثم أدخل صنبورا في الجزء الجانبي منها. أجل، بالقرب من الجزء السفلي، ثم اسكب شرابك المفضل. تكفي هذه البطيخة للترين من الشراب. رائع، إنها جاهزة الآن. يبدو أنكم تشعرون بالعطش، لنملأ هذه الأكواب. أنا أولاً. ما الحاجة للزجاجات عند وجود هذه الفاكهة؟ إنها عملية ورائعة المظهر وتكفي الجميع أيضاً. بصحتكم. لذيذ. انظري لنفسك وانت تاكلين السلطه، انها صحيه، انا فخوره بك. ما هذا الاعصار في حوض الجلي؟ لم تنظف الاطباق. حسنا، سافعل ذلك الان. يا له من غداء هادئ. بماذا يذكرني هذا الشيء؟ اسفنجي ومنفوش. تماماً مثل هذه الكيكة، أعرف تماماً ما علي فعله. أتحبون الكعك؟ سنبدأ بإضافة صبغة طعام خضراء ونخلطه بالماء كي يصبح بلون داكن. افعلوا الشيء ذاته بالأصفر، سنضعه الآن على الكيكة بالفرشاة. الأصفر على أحد الجوانب، أضيف الكثير من اللون ليبدو ساطعاً. والآن إلى الجانب الآخر، ولكننا هذه المرة سنستخدم اللون الأخضر. هل يبدو هذا الشيء مألوفاً لكم؟ واحد من أفضل أعمالي، إنها قادمة. إذن لماذا لا تزال الأطباق متسخة؟ ما زلت واقفة هنا، ها؟ هل الإسفنج شهي؟ حسناً، هذا غير متوقع. لم يعجبك؟ لا مشكلة يا أمي، إنه مجرد كيك مصبوغ، أترين؟ أنت مخادعة. لم أستطع المقاومة. إنه إسفنجي. الشيف برايان مستعد للعمل، هل تعد العشاء؟ لا تفكر بالأمر حتى. هل يمكنني تناول القليل فقط؟ لا، ستهدئني القليل من رقائق البطاطس. ما هذا؟ مهلا، لا تعني لا يا ديفيد، ستفسد شهيتك. رائحته شهية. تمكن ديفيد من اختلاس بسكويته. لا تدع براين يراك. لقد كانت ثمانية، ويوجد هنا أثار قضمة. من فعل هذا بحلوياتي؟ لا يخطر ببالي سوى شخص واحد، يبدأ اسمه بحرف الدال. يوجد هنا الكثير من الطحين، وحتما الكثير من الفوضى، أليس كذلك؟ سأخذ كيس الوجبة السريعة هذا للقيام بمقلبي. سأقص الكيس من الأسفل وأضعه بشكل مستقيم، ثم أضع الطحين بداخله والمزيد منه إلى أن يمتلئ. لا تنسى إغلاقه جيدا. ديفيد، أنا أشعر بالندم، ما رأيك بتناول هذا؟ أنا أصر، لا تقلق بشأن ما قلته سابقا. شكرا براين. ماذا؟ هل طلب أحدهم الطحين؟ لا يوجد هنا أي بطاطس. أنت من فعل هذا؟ أعتقد أن هذا مضحك بعض الشيء. لا يكتمل الصباح دون وجبة إفطار طازجة، وإعدادها جزء من المتعة. يشعر أحد بالحماس هذا الصباح، ما الذي تبحث عنه؟ لا أظن أنها تريد المزيد من القهوة.
الدقيق، انتبهي وأنت ترقصين يا إيلي، كأنها في عالم آخر. مرحبا. هاي، بصحتك؟ لا أصدق ما أراه، وانظروا لهذه الفوضى، لا أريد أن أهدره. أحب فترة الصباح. هل تسكب شيئا آخر؟ مهلا لحظة، سأعلمها ألا تسبب الفوضى في مطبخي. سنستخدم هذا الشيء بشكل صحيح. كوب من الدقيق في الهوري، لا تلتفتي للخلف، هذا أفضل شيء قمت به. والآن وقت العرض. أوه، هل يمكنني الحصول على سماعة؟ شكرا، هذا الإيقاع رائع. ياو، سأضع قبعتي. حمام الدقيق، يا إلهي، لا زال الدقيق ينهمر. أفضل مقلب على الإطلاق. ماذا فعلت بي؟ هل لديك مانع لو أخذت القليل؟ لإعداد البانكيك طبعا. يا إلهي، أعشق المعكرونة. أتسمح لي بالجلوس يا توماس؟ ألا يمكنك تجنب إصدار هذا الصوت؟ لن أتناول الطعام في سلام. مقرف، هل يجب أن تكون شرهة هكذا؟ مقزز، أشعر بالغثيان. لا تفقه أدبا من أداب الطعام. مقرف. عذرا. هذا أفضل. هل تربت هذه الفتاة في الغابة؟ فقط سآخذ هذا. عذرا، كدت أنسى الكولا. إنها حلوة وشهية، سأنتظر حتى تنتهي. أوه، مساء الخير يا فتاة. فرصتي الآن. ووب، هاي كتابك. كيف حدث هذا؟ يمكنني أن أكون وقحا على المائدة أيضا. أتمنى أن تعجبك الدونات الحارة. تبدو كالجلي، أليس كذلك؟ عثرت على كتابي. سأنتظر حتى تجرب الدونات. لا حاجة لإقناعي. آه، لما هذا الشيء حار جدا؟ أريد ماء فورا. نسيت، أريد خرطوما لإطفاء الحريق. لا شيء أجمل من تناول الطعام ومشاهدة عرض كهذا. هل سبق وحلمتي بأحد تحبينه؟ أو شيء تحبينه؟ انظري إلى كل هذا الجبن الذائب، وإلى صلصة الطماطم اللامعة تلك. القطعة الأولى هي الأفضل دائماً. يبدو أن أحداً ما جائع. وأخيراً سأتناول لقمة كبيرة. تعالي إلى أمك، هذه البيتزا رقيقة كالورق، مجرد حلم آخر بالطعام الإيطالي. لقد نمت جيداً. أعتقد أني بحاجة لتناول الإفطار، ولكن لما أجهزه إن كان باستطاعتي أن أطلبه. مشهد يسر العين. كان هذا سريعاً جداً. أجل، شكراً يا مهندس توصيل السعادة، سيكون هذا رائعاً. هل هناك شيء أفضل من تناول البيتزا في السرير؟ حرفياً الحلم يصبح حقيقة. هل نبدأ هذا الحفل؟ ها؟ لم تكن تبدو بهذا الصغر في قائمة المطعم. هل فاتني شيء؟ هذه بالكاد بحجم شريحة واحدة. أنا جائعة جداً لأطلب واحدة ثانية. ستفي هذه البيتزا الصغيرة بالغرض. هيا تحركي يميناً، سأهزمك يا لز. لا، أجل، وانتهينا. قربت غصتي على الانتهاء أيضاً. بقيت واحدة، ربما تفوز بها الفتاة الأفضل. هيا، بالتأكيد. تمام، من فيكم سيبدأ؟ لما كل هذا التوتر؟ ها،
هيا اتركيها، لقد رأيتها أولاً. أعطني إياها على جثتي، لا يمكن تدبر هذا. لا أصدق، لقد فزت، هذا ليس عدلاً. أخالفك الرأي، لم يبق لي شيء الآن. يا له من مساء سبت سيء. لو كان بوسعي تغييره، في الواقع ربما أستطيع، علي فقط تسخير مواهبي في الطهي. هيا بنا، سأملأ وعاء بصودا الليمون وأضيف بضع قطرات من ملون الطعام وأحركها لخلط المكونات. أجل، سأحركها هكذا. جيد، حان وقت الجيلاتين، وبمجرد أن تضع المكونات نقلبها حتى يمتص الجيلاتين. عندما تصبح بهذا الشكل نأخذها إلى الثلاجة. سنحضر صينية مكعبات الثلج ونسكب الخليط بكل خانة هكذا، ثم نضع الغطاء ونحقن ما تبقى منها كي تمتلئ الكرة بالكامل. أجل، بهذه الطريقة. بعد أن نضعها في الثلاجة لبعض الوقت ستبدو بهذا الشكل. وللخطوة التالية ندخل بها العيدان، تشبه مصاصات الجيل الصغيرة. هيا، سأرى ماذا ستقول لازي عند رؤيتها. هل تستمتعين بهذه المصاصة؟ قررت صنع البعض منها بنفسي، شرفت على الانتهاء من هذا. كلا، وإنها شديدة التسلط. حان وقت المصاصات، تبدو جيدة، ها؟ مذاقها أجمل. أنا بارعة في الطاي، ضرورة. مرحبا ليلي، كيف الحال؟ هل من الممكن أن أخذ قطعة أوريو؟ وما هي قطعة الكوكيز بدون كأس بارد من الحليب لغمسها فيه؟ حسناً، ابقى هادئاً، لنجربها بهذه الطريقة. حسناً، سأغمسها بحرص شديد. كلا، لم ينجح ذلك أيضاً. حسناً، من صمم هذه الكؤوس الطويلة لم يعرف ما كان يفعله. هل يريد أي أحد كوباً كبيراً من حليب الكوكيز؟ يا إلهي، هل يمكن أن يصبح هذا اليوم أسوأ؟ أو انظر لمدى حزن كيفن، أتمنى لو كان بإمكاني إسعاده. كيفن، أعتقد أني وجدت الحل لمساعدتك في حل معضلة الكوكيز. اغرس شوكة عادية في جانب الكوكيز هكذا. الآن يمكنك غمسها مباشرة في الكأس دون أن تعترض قبضتك طريقك. يمكنك مناداتي سيدة الغمس، فأنا أعرف ما أفعله. نعم، الكمية المناسبة من الحليب. لما كل هذه الفوضى هنا؟ من ترك قشور البطيخ على المنضدة؟ مهلا لحظة، إنها على الأرضية أيضا وعلى طول الممر. ولماذا على الرف أيضا؟ هذا البطيخ شهي فعلا. أشعر بالتخمة. هل تناولت 5 بطيخات أو أكثر؟ لما سببت كل هذه الفوضى؟ لا لزوم لهذا. يا لها من فتاة حمقاء، أعتقد أن علي البدء بالتنظيف. أوبس، ما هذه الزجاجة؟ ها، صبغة طعام بلون أحمر. خطرت لي فكرة رائعة. حسناً، سأضيف القليل منه إلى شرائح البطيخ، ثم سأستخدم الفرشاة لإخفائها. هذا رائع، تبدو جميلة أيضاً. حسناً، حان وقت تنفيذ الخطة. هاي، أحضرت لك ما بقي من البطيخ لتنهيه إن أردت. رائع، شكراً، لا أمانع. جيد، نجحت الخطة. لماذا تضحكين؟ مهلاً، لماذا يغطيني اللون الأحمر؟ إنه على فمي أيضاً. في المرة القادمة نظف المكان بعد الأكل.